او جاي صباح الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ندوي على الدوره اللي لحت ديجا للناس اللي افونسي شويه في الاي كوميرس. اراك دابا نوريك المحتوى ديال الدوره اللي جايه، وحاول شوفو مزيان وقول لي ياك ما ناسي شي حاجه، قولوا لي الاخوان، لان انا الهدف ديالي ماشي هو الناس اللي فاهمين هما اللي يديروا شي حاجه، لا باغي خوني يكون زرق سطل ما كيقشع حتى لعبه، ما تيفهمش في الانفورماتيك، ما تيفهمش المصطلحات التكنيك يطفروا. وبالتالي نوريك المحتوى وبليز عاونوني نقدو شي حاجه طق. اول حاجه غادي نبداو من الصفر ومن تحت الصفر. اول فيديو غادي نشرحوا فيه المصطلحات، شنو هي سيلز بيج، لاندينغ بيج، سي بي سي، سي بي ام، كاع المصطلحات اللي كنستعملوا في التسويق، الانترنت ماركتينغ والاي كوميرس كامله غادي نشرحوها باش اللي جاي يشد معانا. الفصل الثاني شنو هو؟ بزاف الناس اللي شافوا الدوره كيسولوا شنو هو باي بال، شنو هو سترايب، كيفاش نستقبل فلوس، كيفاش نصيفط فلوس، كيفاش نخلص. غنشرحوا كلشي، شرح طرق الدفع واستلام الاموال في الانترنت من الزيرو، البيمنت بروسيسينغ موديل بوحدو غادي نشرحوه من الزيرو. الثالثه الاخوان، حتى هو الناس المبتدئين كيفاش تشري دومين .com ولا .net ولا اي حاجه وتفتح متجر وتربطهم، يوليو الناس يكتبوا سميتك .com ولا سميت البراند ديالك، لامارك ديالك .com، يدخلوا للمتجر ديالك. غادي نوريهم خطوه بخطوه. الرابع هو كيف تصنع متجر مثالي والاعدادات الصحيحه، وكيفاش تخلي المتجر ديالك جاهز، يعني فهمتي الكونفرشن تكون فيه طياره، يكون المتجر ديالك واجد، السيتين كاملين مقادين، كلشي مقاد، كلشي متقون، وديك الساعه عاد كتبدا الخدمه يا المعلم. معلم الموديول الخامس، الموديول الخامس هو كيفاش تختار المنتج اللي غادي تبيعه، وما هي المعايير اختيار منتج ناجح وعليه الطلب. غادي نشرحوا بشويه ديال كيفاش تختار برودوي غادي تجيبه غادي تتباع، والمعايير اللي خاص تمشي ستيب باي ستيب. كمعلم الموديول السادس هو كيف تصنع فيديو قاتل لمنتج يجعل المنتج يباع بطريقه رهيبه وجنونيه. كيفاش غادي تقاد فيديو؟ نشرح لك كيفاش تقاد فيديو. غادي نحل الفيديو ايديتور وغادي نقادو الفيديو خطوه بخطوه بشويه. غادي نشرحوا ما هي اعلانات فيسبوك، هذاك شيء بسيط نبسطو، علاش وشنو هو البيكسل وكيفاش تربط المتجر ديالك بالكونت ديالك فيسبوك عن طريق البيكسل، اللي من وراها كيفاش تبدا حمله اعلانيه الاولى ديالك في الفيسبوك وتبدا المبيعات. المعلم قلت لي من وراها الموديول 8 كيفاش تقاد حمله اعلانيه في الفيسبوك خطوه بخطوه، غادي نقادها قدامك ستيب باي ستيب حتى يبانوا لك المبيعات كيدخلوا. راني كنعلم الموديول 9 حتى هو زوين زوين بزاف وكيخبيو بزاف، غادي نبارطاجيه معك. جيل 9 سيدي كيف تصنع عدة حسابات إعلانية، كيف تتفادى إقفال الحسابات، من أين تحصل على كريديت كارد متعددة، يولو عندك بزاف الكريديت كارد من تدبر عليهم باش تبقى تحل فيسبوكات، تحل 1 2 3 10 20. غادي نوريك ستيب باي ستيب. الموديول رقم 10 ما هو الريتارغيتينغ، لماذا، علاش كنديروه، كم من المال يمكن أن يحقق لك، الطريقة التي تستعملها الشركات الكبرى. غادي نوريك الريتارغيتينغ كيفاش كيخدموا الشركات الكبرى، خليني من داك الريتارغيتينغ ديال اللي كيديروا بزاف حاليا. دوف في الريتارغيتينغ فواحد النيفو ادفانسد، يعني واحد جا للسطور عندكم ما شراش، يدخل لاسبريس يلقاك، يدخل شوف تيفي يلقاك كتبعو في حياته، يدخل للجيميل يبغي يقرا شي ايميل يلقاك، يدخل لياو يبغي يقرا شي يلقاك كتبعو في حياته. اخيرا واخيرا الاخوان، وقليل اللي كيدوي فيه، هو النيتيف ادز. غادي نوريك كيفاش تجيب المبيعات بالنيتيف ادز، درنا به مليونز اوف دولارز في السنوات اللي فات، كيفاش ممكن تربح منه، وغادي نشرح لك خطوه بخطوه داكشي، ما عاد بقى حتى حاجه مخبا. خوت هادو هما لي موديول اللي كاينين ديال الدوره الجايه اللي 100% فابور. الا نسيت شي حاجه كتبها ليا بليز هنايا، على حقيتاش بغينا نقدو احسن دوره وتكون فابور، شي حاجه طق، شي حاجه فهمتي، شي حاجه هربانه الدراري بليز الاخوان. لا الا ما شوفو دوك لي موديول واحد بواحد، فهمتي انا كنقول راه هادوك لي موديول كافيين باش تاخذ واحد خونا من الزيرو وما تيقش حتى لعبه، تردو فاهم في الدومين ديال الاي كوميرس ويبدا حتى هو المسيره ديالو، والله يوفقنا كاملين. دابا الاخوان 12 قبل 4 دابا في تايلاند، غادي نمشي الناس، خليو لي لي كومونتير ديالكم تمايا، شي حاجه نسيتها، شي حاجه نبدلوها، شي حاجه نزيدوها، شي حاجه نقصوها، وان شاء الله لا نقصوا لا نقصوا لا شي حاجه طق ان شاء الله. هادشي اللي غادي نعلمكم الاخوان راه ممكن تخدم بها اي حاجه، فهمتي، تعلم لي كوميرس من الصفر حتى لواحد النيفو غادي يكون مزيان، ممكن ديك الساعه بغيتي تخدم به في شوبيفاي، تخدم به في البيك كوميرس، فيك ما تخلص 79 دولار شهريه، حنا ما كتخلص حتى شي حاجه، وخدم بلاتفورم اخرى ما عنديش مشكل. شخصيا كنبارطاجي معاك داكشي اللي كنستعمل واستعملت السنوات اللي فايته، وان كليك اب سيل هربان ما كاينش في شوبيفاي، الكونفرشن ريت و ايديت الفورم ما كايناش في شوبيفاي. انا السبب اللي خلاني نصنع السوليسيون هي قلت لهم ايديتوا لي الفورم، قالوا لي خلص شوبيفاي بلس. ملي خلصنا ما ايديتوا لنا الفورم حتى لعبه، ما كانش يعني ايديت الفورم ديك الطريقه اللي كنت انا متخيل، ومن وراها صافي فهمتي صاد، ما يمكنش تقارن فهمتي، او بليس ما كتخلص حتى شي لعبه في الشهر، ما كتخلص لا هوستينغ لا والو، كتخلص الا ربحتي صاد، ما ربحتيش ما تخلصش.
هي هذيك 2016 صافي طرا لي هذا المشكل هذا صافي. قلت لهم هدا عاد مشيت عند الشركه نيكست ميديا في المغرب، قلت لهم قدوا لي البلاتفورم ها شنو باغي، واحد جوج ثلاثه. 2017 كانت الفيرسيون فينال واجده، افرح كبيره معلم. سمح لي سمح لي اخوان، راه وريتك الوان كليك ابسيل اصاحبي، واش كاين شي واحد سبق له ورا الوان كليك ابسيل في الكاش اون ديليفري؟ لا. والوان كليك ابسيل في شوبيفاي راه في شي مشاكل نارينه، سولني انا راني دوزت في المشاكل. صاد كليك يجي شي واحد كيشري من عندنا كيدخل الكارت كريدي ديالو كنطلعوا ليه اوفر تيعجبو كيدير ياس، كليك كنقطعوا من لاكارت ديالو داك المبلغ اللي زكيناه معاه 79، كليك كطلع ليه الاوفر الثاني، كليك وان كليك ابسيل الفلوس داخله. ولا اخويا انا راني كندير غير الكاش اون ديليفري، علاش اجي نعمر داك الفورم كبير؟ لا انا باغي الفورم فيه السميه المدينه نمره التليفون بارك، ما يمكنش دير اصاحبي داكشي الاخر ضعيفه مني. الصاد افرق كبير. اي حاجه بغيتها خلص، بغيت نحط بزاف الفيسبوك بيكسل كاين واحد لابليكاسيون خلص. الصاد فرق كبير اصاحبي، انا بارطاجيت معاك داكشي اللي استعملت في السنوات اللي فايته، بارطاجيت معاك نفس داكشي باش خدمتها معايا، وداكشي هو باش درت الفلوس انا شخصيا. شتي دوك لي موديول ب8 اللي غادي نبارطاجي معاك، هزهم خدم بهم في اي بلاتفورم خدامين ليك، والله يوفق ليك والله يسهل ليك. وانا حاجه واحده اللي نبغاها الصاد هو نتمنى نشوفك درتي الفلوس، هذا هو المهم. البلاتفورم لا تهم معلم، انت راه عقلك ميزانك في الاخر فهمتي، تشوف اللي مسلكك ما عمر تقيد. شوف اخي قارن واش الوان كليك ابسيل صاحبي، عرفتي الوان كليك ابسيل صاحبي وتيديتي الفورم صاد داكشي الاخر ضعيف بالرجوله ديال الخلاص. خوت 12:00 غادي نمشي للناس، المهم هو نقادو شي حاجه، انا عندي شي حاجه طق على حقاش فريمون دوك لي كومونتير البارح، وملي شفت داك الاقبال صاحبي ديال بنادم على باغي يتعلم 100,000 مشاهده في 6 سوايع صافي، غادي نطلعوا شي حاجه طق.